لكل من لديه هم ولكل من لديه غم. في موقف حصل لأحد الناس، وده يعتبر هو في حد ذاته موقف حكيم وموقف كله حكمة صراحة، ولو احنا عملناه احنا ممكن نفور كتير من جبال الهم اللي في قلوبنا وفي صدورنا. فبيقول لك واحد جاب ورقتين وقلم، والأولى قاعد يكتب مشاكله وهمومه والمصاعب اللي بيشوفها، تمام؟ قاعد كده قال لك انا هحوزن الامور بقى، اكتب شويه الهموم في كفه والنعم في كفه واشوف بقى كده عشان اقيم الدنيا يعني. فكتب، قاعد يكتب الهموم كلها كلها كلها، وبعدين في الاخر جه اول ما بدا يكتب في النعم، فاول من اول نعمه اما قطع ورقه الهموم وقال الحمد لله. زي اللي قال قبل كده برضو، عايز تقيس النعم والهموم غمض عينيك بس كده وشوف فرق يعني العمل اللي انت هتبقى فيه ده من هذا النور اللي ربنا كرمك بيه. وهتقول لي ما هو في ناس ما عندهاش هذا النور، بس ربنا انعم عليهم بنعم اخرى، فهي جملة من النعم تخلينا دايما لو نركز على النعم ونشوفها كده نقول الحمد لله الحمد لله ان النعم دي يعني موجودة، وان ربنا عز وجل خلقها لنا، وان ربنا عز وجل كرمنا بيها فتهون علينا. انا بحكي ده ليه؟ عشان احنا كل واحد عنده مشاكل وكل واحد عنده هموم، فاحنا لما نقعد نقيس النعم ونقيم هذه النعم ونشوف قد ايه لو احنا حرمنا منها. تعالى شوف كده يعني، قرب من اي مستشفى، قرب من اي عيادة طبيب، روح عند حد مريض وشوف ان هو عنده كسر في كذا او عنده وجع في كذا او مغير حاجة في جسمه او حاطط مسمار معرفش ايه، وشوف بكام يعني. يعني شوف اجمع شوية قطع غيار من الناس بتعملها ديت، حاجات تافهة كده، اللي عامل مسمار في ايه واللي عامل حاطط ايه، سيبك بقى من اللي عامل دعامة في القلب واللي عامل كذا واللي عامل كلية واللي، واحسب كل حاجة من دولت بكام، واعمل 10 15 حتة كده شوف هيكلفوك كام. هم عندك سلام الحمد لله، عندك 9 منهم سلام، يبقى الفرق ده انت يعتبر صافي مكسب، ما هو موجود. ما هو التاني راح دفعه فلوس عشان هو خسره من جسمه، هو خسران الحاجة دي من جسمه، فاحتاج يركبها، احتاج يشتريها. طب هي عندك وانت كده بقى القرش اللي هو اشترى بيه انت موفر قده. هتقولي ما هو مش معايا، بس انت يعني لا قدر الله لو جالك نفس الامر ده هتبقى محتاج تجيب الفلوس دي عشان تشتري بيها القطعة دي، فتحمد ربنا. طب هنحمد ربنا على ايه ولا ايه بقى؟ ما هم كتير قوي يعني، انت عندك احسب كده من اول شعر الراس ده، يعني واحد ما عندوش شعر فانت اولا عندك شعر اهو، شوف بقى بيروح يعمل زرع شعر بكام، وانزل بقى العينين والمناخير والبق والسنان ايه ده، مش انت ممكن ما تعرفش توصل لرجليك يعني، ولو جبتها من تحت لفوق نفس الحكايه. فانت احنا في نعم محتاجه ان احنا نشكر ربنا عز وجل عليها. لما نشكر ربنا عز وجل عليها ويهون علينا الهموم فيما ناقص من حياتنا، فده يخلينا عندنا ايمان بالله وعندنا صبر، فربنا عز وجل يعني يرحمنا برحمته. وهي دنيا هي دي طبيعتها يعني، ما تنتظرش الكمال فيها، هو في الجنة بقى وعليك خير ان شاء الله لما ربنا يكرمنا واياكم ونكون من اهلها.